مافن توت العليق يكفي 12 قطعة مافن. الأدوات: قالب مافن و12 كوب ورقي. المقادير: 280 غرام أو كوبين طحين، 150 غرام أو 3/4 الكوب سكر، ملعقتان صغيرتان باكينج باودر، نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، نصف ملعقة صغيرة ملح، بيضتان، 120 غرام أو نصف كوب زبدة مذوبة، 230 غرام أو كوب وثلثي الكوب لبن رائب، ملعقة طعام من مبشور قشر الليمون، 200 غرام أو كوب وثلثي الكوب توت عليق طازج أو مجمد. طريقة التحضير: نسخن الفرن بالدرجة 200 مئوية، نخلط الطحين مع السكر والباكينج باودر وبيكربونات الصودا والملح في وعاء آخر، نخفق البيض مع الزبدة ونضيف اللبن ومبشور قشر الليمون مع التحريك. نضيف المكونات الجافة إلى مزيج البيض تدريجياً مع التحريك دون الإفراط بالمزج. نضيف التوت العليق إلى المزيج مع التحريك بلطف مع الانتباه ألا نهرس التوت. نصب المزيج في الأكواب الورقية نخبز المافن مدة 20 دقيقة في الفرن المسخن مسبقا. نترك المافن تبرد قبل أن تصبح جاهزة للتقديم.